ما هو البلد وفلويد تيشو which circulate within the cardiovascular system؟ بيطلع من الليفت سايد اوف ذا هارت، يدخل في الأورطة، بعد كده يتوزع على بقية الأرتريز ومنها للكابيلاريز ثم للفينز علشان يرجع للرايت سايد اوف ذا هارت. ايه هو الكومبوزيشن اوف ذا بلاد؟ بيتكون من 55% بلازما و45% سيلز، والسيلز عبارة عن ريد بلاد سيلز والإريثروسايتس أو كرات الدم الحمراء، وايت بلاد سيلز أو ليوكوسايتس أو وايت بلاد سيلز اللي هي خلايا الدم البيضاء، أو بليتلتس أو الثرومبوسايتس اللي هي الصفائح الدموية. تكملة للبلاد كومبوزيشن، المفروض إن إحنا بنحصل عليه من خلال السنتريفيوجيشن، إن إحنا بنحط البلاد في جهاز الطلب المركزي. فبيبقى الريد بلاد سيلز اللي هي بتمثل النسبة الأكبر من الخلايا ديت اللي هي 45%، والبلازما اللي هي 55% of the whole blood. طب يا ترى ايه هي الفيزيكال بروبرتيز of the blood؟ هي الكالر، specific جرافيتي، الفيسكوزيتي، الاوزموتيك بريشر، والبي اتش. هنبدأ نتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز of the blood واحدة واحدة. الكالر، الارتيريال بلاد بيبقى برايت ريد، الفينوس بلاد از دارك ريد. بالنسبه للسبيسيفيك جرافيتي او الكثافه النوعيه، الاريثروسايتس تبقى 1090، الهول بلاد بيبقى 1060، البلازما